النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان عنده اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين بيتابعوا طبعا الاحتياجات العاجله لوزارة الصحة من كل المستلزمات الطبية في الفترة اللي احنا فيها دي، وتحديد الأولويات بالنسبة للجهات التابعة للوزارة. ده طبعا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا في مصر. رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة على الإسراع بضرورة أنه يتم تدبير كل الاحتياجات الحقيقية الضرورية الفعلية لكل مستشفى والمراكز الطبية وكل الجهات اللي بتتبع وزارة الصحة والتعليم العالي من المستلزمات الطبية بكل أنواعها، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة تصدي للأزمة الحالية في كل قطاعات الدولة وتقليل الخسائر اللي بتنتج عن تداعياتها. رئيس الوزراء كلف بضرورة التنسيق ما بين وزارة الصحة والسكان وكل الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد، وده طبعا بشأن التبرعات اللي بتقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يتم توجيه كل المستلزمات طبقا للأولويات المحددة. يعني أي تبرع في الفترة الحالية وجه الإنفاق ليه طبقا لأجندة عمل، طبقا لأسبقيات. في ناس عندها الأولوية إنها تاخد هذا التبرع بناء طبعا على خطة الدولة في التعامل والتصدي لكورونا.